السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة ومتابعيني، أهلا بكم. يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهاتنا اليومية، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. الألوفيرا، الصبار، البشرة، الشعر، الجلد، كل حاجة. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بوصفة جميلة جدا لتطويل وتعزيز وتكثيف وتقوية الشعر. أنا كنت حابة أن أنا أجيبه فريش، بس للأسف بقالي فترة بحاول أن أنا أقتني، خاصة أن هو مش سهل أن أنا أقتني الصبار أو الألوفيرا يعني فريش أو منه نبتة مزروعة، غير لو رحت دمياط الجديدة، ولازم اخدها من احد المناطق المزروعه هناك، يعني حد يكون عليها دلال طبعا، لان ما بيصير ان انا ادخل اي حديقه حد واقطع منه ألوفيرا وامشي، خاصه ان احنا كمثلا اسواق مش عندنا النبته دي بتتباع غير من مديريه الزراعه وحاجات كتير بعيد يعني مش علينا. بس جبت لكم البديل بتاعها، بيكون برضو جل صافي اللي هو جل الألوفيرا. ده جل بيعمل نفس العملية التانية، يعني ده هو التاني بالضبط كده، تمام. تسجيل نفس القوام التاني اللي هو ده جل الألوفيرا أو جل الصبار، بيعمل على تعزيز نمو الشعر وتطويله وتكثيفه وعلاج الشعر المقصف. الألوفيرا أو الصبار غني بفيتامين A و A A و A وفيتامين B 12، وحمض الفوليك غني بفيتامينات ومعادن بيحتاجها طبعا الشعر. ناس كتير جدا بيكون عندها الشعر فيه كسل، بيكون عندها عجز نمو، بيكون الشعر عندها على طول مقصف وهيش، جل الألوفيرا بتستخدمه بطريقة معينة هتجيب معاك نتيجة وهيطول لك الشعر كمان. كل اللي احنا راح نعمله ان انت هتجيبي الجل معانا ده، وبالبوز بتاعه هتمشيه على شعرك، او تحديدا على ما بين الشعر، على شعرك من الجذور يعني على الجذر نفسه من تحت، كل الشعر على الفروة كلها، على فروة الشعر كلها يعني من الجنب ومن فوق ومن تحت كل حاجة. وبعد كده بتلبسي بني، وبتحط من فوق البني فوطة سخنة نار، يعني هاتي فوطة سخنة نار، او لو عندك البني الحراري يكون كويس حلو قوي. لو مش عندك البني الحراري بتحطي البني العادي بتاعنا ده، وبتحطي من فوق فوطة حطيتها في ماء سخنة وعصرتيها وحطيتها على شعرك، بتسيبيها ساعتين، بتعمليها 3 مرات في الاسبوع. ما ينفعش ان انا اقول لك وصفه كل اسبوع يبقى احنا بنضحك على بعض ومش هتجيب نتيجه ومش هيجيب تفاعل. لكن لو انت عملتيها وصفه كل مره 3 مرات في الاسبوع، بحد ادنى 2 مرات في الاسبوع، فده هيجيب معاكي نتيجه، هتعزز لك نمو الشعر، هتديه الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده اللي هو محتاجها، فبالتالي اي وصفه هتعمليها هتجيب معاكي نتيجه. طبعا تقدري تستخدمي اي كريم انت بتحبيه، بالافضل ان انت تستخدمي كمان تكملي جميلك بحاجات تكون ألوفيرا، وتجيبي زيت ألوفيرا او كريم ألوفيرا من عند اي عشاب او من عند صيدلية موثوق فيها. وصفة جميلة وسهلة، وان شاء الله بتطول معاكم الشعر. الجل الجميل ده بيطول معانا الشعر تطويل رهيب جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط، ولو بيعجبكم مواصفات فيديوهات او اي حاجة انا منزلها بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.